في هذه الفقرة حنعيش مع بعض تجربة جميلة جدا مع اليوم العالمي للنظافة، والذي كان يوم أمس السبت الموافق 19 من سبتمبر، اللي كان فيها شبابنا يعطيهم ألف عافية في الميدان بيحاولوا ينشروا وعي الاهتمام ونظافة البيئة. منورنا اليوم في استوديو ساعة شباب مهندس طه بقسماطي رئيس فريق حجاز بلوجرز، وأيضا أبرار قاري منسقة المتطوعين. يا هلا فيكم في ساعة شباب. يسعدنا وجودنا، شكرا لك. بداية نبغى نعرف يوم عالمي للنظافة هل بيكون لعادة عنوان أو بيكون فكرة محددة لكل عام؟ مهندس طه. صراحة السنة هذه كانت ثاني مشاركة لنا في هذا الحدث العالمي، هي أكبر إيفنت عالمي بيئي في العالم، وحبينا هذه السنة أنه نشارك بثلاثة مواقع بدل موقع واحد في نفس الوقت. كان عندنا موقع خليج سلمان، عندنا موقع شعيبة، موقع السيف. كانت تجربة جدا ناجحة بوجود 200 متطوع، 50 متطوع في كل مكان. ما شاء الله تبارك الله. وعفوا خليج سلمان كانوا 100 بس مقسمين الى جروبين. والصراحه كان انا احب اشكر امانه محافظه جده، صراحه كانوا هم اللي متبنين الفكره. كان لهم وجود معنا، كان معنا الاستاذ حبتان حموده رئيس المسؤولين المجتمعيه في الامانه، كان عندنا الوكيل ايضا كان موجود استاذ عايد القرني. فصراحة أنا أشكرهم جميعا، أشكر المتطوعين على وجودهم معنا. كانت لحظة كانت تاريخية بالنسبة لنا، كان أكثر من 180 دولة مشاركة في هذا الحدث. ما شاء الله تبارك الله، ونحن أكيد نوجه لهم كل التحية. هذه مو أول مرة تكون هذه المبادرة. صحيح. منكم ومن فريق حجاز بلوجرز كما صحيح. كانت السنة الماضية، فنبغى نعرف إيش كان الاختلاف هذه السنة؟ هذه السنة مع التوجهات مع أنت عارفة الوضع الحالي مع كورونا، كان مفروض أنه نمشي على هي 50 شخص حسب احترازات وزارة الصحة، التباعد الاجتماعي، الكمامات، هذه الحاجات، فأخذناها كلها بعين الاعتبار. على كده قسمنا وعملنا كذا موقع في نفس الوقت عشان نزيد العدد في كل مكان. السنة الماضية كانت لا في مكان واحد، كانت مشاركة كذا شركة. هذه السنة كان معنا المراعين الأساسي شركة نابكو الوطنية، أنا أوجه لهم كل الشكر على دعمهم، هم اللي وفرونا أدواتنا كل حاجة. فصراحة كنا جدا مبسوطين والمتطوعين انبسطوا جدا، حتى وإن كان في شوية رطوبة وشوية حر، إنما كانوا مؤمنين بالفكرة وكان وجودهم جدا رائع. وروح الفريق. وروح الفريق فعلا. اكيد. طب خليني اسالك ابرار، بما انك ما شاء الله منسقه المتطوعين في الفريق، كيف بلغه الارقام، كم كان عدد المشاركين وعدد المواقع، وعلى اي اساس ايضا تم اختيار هذه المواقع؟ زي ما قال طه، كنا تقريبا 200 شخص بس موزعين على المواقع، فكان تقريبا 50 في شاطئ السيف و100 احنا في شاطئ خليج سلمان. فكنا متوزعين بحيث انه نسوي التباعد الاجتماعي وفي نفس الوقت ندي المفعول والروح الحلوه حقت اليوم العالمي للتنظيف بتجميع المخلفات والمهملات. حلو. على اي اساس تم اختيار هذه المواقع؟ تم اختيارها قبل ما نعمل الايفنت، يعني رحنا شفنا المواقع وشيكنا عليها وشفنا قد ايش اكثر اماكن محتاجه بالفعل تنظيف ومحتاجه يعني نقدر نروح، يعني الناس يقدروا يوصلوا لها بسرعه، المتطوعين معنا يقدروا يوصلوا لها بسرعه. جميل جدا. طب مهندس طه، بعرف ايش النتيجه اللي خرجتوا فيها بعد يوم طويل ما شاء الله تبارك الله من العمل والتنظيف؟ كان جدا يهمنا بهذا الحدث انه ننوه على انواع المخلفات الموجوده. جمعنا لميا خلال ساعتين 10,000 قطعه بلاستيك. خلال ساعتين بس 10,000 قطعه بلاستيك. كيف؟ في بدايه المقدمه سوينا بريفنج، وجهنا للمتطوعين وهم اللي احنا في اسئلتنا، يعني سالناهم ايش هي المخلفات اللي حابين انتم تجمعوها. جدا مهم عندنا لميا انه الناس يعرفوا اهميه الفرز، عشان بعدين برضه في البيت برضه يعني تكون هذه زي اليوم براكتس، تجربه يعني يتعلموا منها.
فكانوا وزعنا مثلا ناس للمعادن، ناس البلاستيك، ناس الورق، ناس الزجاج، وحتى السجائر كان عندنا جروب للسجائر. ففي النهاية 10,000 قطعة بلاستيك، مدري كم 500 قطعة ألمنيوم إلى آخره، وكلها ترى تروح لإعادة التدوير. فكان شركة ناكو هم اللي داعمين بهذا الخصوص، ويعني هذه بتكمل لك الدورة. يعني أكيد كان في سلوك أو ظواهر في السلوك شفتوها للمجتمع مو مستحبة أو غير مستحبة، فكيف حاولتوا أنكم توعوا المجتمع حول هذه الظواهر اللي شفتوها بالأرقام؟ يعني 10,000 قطعة بلاستيك في ساعتين، يعني صحيح. عدد كبير جدا. صحيح، ولسه هذه الأماكن تحتاج استمرارية ب يعني خلينا مشاركات بالضبط يعني مماثلة. كثير بيهمنا انه نسوي هذه الفعاليات قدام الناس بشواطئ تزورها الناس عشان تبان الرسالة والناس يعرفوا احنا ايش قاعدين نسوي. فكرة جدا خلينا نقول خاصة بفكرتنا احنا كفريق تطوعي، انه جامعين بين الرياضة والبيئة في نفس الوقت. الرياضة صحة للنفس، وفي نفس الوقت بيئة يعني احسن لمملكتنا الحبيبة. وجات وقتها اللي حلو انه باليوم الوطني السعودي، انه يعني خلينا نقول حبا للوطن، انه احنا نسوي هذا اقل شيء نسويه في هذه المناسبه. طب ابرار قولي لي، هل فكرتوا في مبادرات قادمه للفتره الجايه بعد ما انتهيتوا من تنظيف الشواطئ؟ ويعطيكم الف عافيه على هذه المبادره. ايش الافكار القادمه اللي حابين تنفذوها؟ طبعا احنا حننتهز غالبا الفرص اللي هي في الايام العالميه، فجاي الان يوم السرطان العالمي، سرطان الثدي عفوا، في عندنا كمان الريتسي بيتش، عندنا مشروع بحر الأحمر. السنة الماضية سوينا معهم، عندهم هم برنامج عن المارين سستينابيليتي، عن الاستدامة للبيئة البحرية، كان جدا ناجح السنة الماضية، والسنة هذه برضو دعونا عشان نعيد نفس التجربة في أملج. تحتاجوا متطوعين؟ اكيد اكيد، دائما احنا يعني باحتياج مستمر لمتطوعين اكثر. كل ما زاد العدد طبعا كل ما زادت الانتاجيه في المخلفات وعددها. وهذا اللي كنت بساله، ليش؟ عشان نبغى نعرف لو في اي شروط للالتحاق بجروبكم او اي اشتراطات حاطينها. نوجه الرساله عامه لكل الشباب اللي يشوفونا اليوم. بالنسبه لنا يعني ما عندنا شروط، بالعكس مرحب بالاطفال لحد الكبار. ما في عمر معين؟ ما في عمر معين، از لونج از انه انت عندك تبي تيجي وتشترك معنا فيا هلا والله. يعني الصغار، انا جدا احب اركز على الصغار لانه هم المستقبل وهم الجيل الجديد. لو هم جاتهم هذه الرسالة البيئية يصيروا يطبقوها عندهم في البيوت مع أهاليهم، فجدا هذه رسالة قوية. أنا الصراحة أحب برضو لميا أخذ هذه الفرصة أني أوجه يمكن رسالتين يمكن لوزارة الإعلام، أنه فعلا إحنا في التلفزيون الكونتنت المضمون يكون فيه رسائل بيئية أكثر، يكون في دعايات بيئية بالاستمرارية. ترى عقلنا اللاواعي هو دائما اللي دائما خلينا نقول مسيطر على اعمالنا، فلو احنا بالتكرار بالتلفزيون بالراديو بالسوشيال ميديا اكيد عن البيئه نتكلم ويمكن نطلع محاور مختلفه، الناس بيصيروا يمكن اقل عرضه انه يرموا في الطريق، وبيكون عندهم وعي كافي جدا حول الاهتمام بنظافه البيئه، واكيد الاستمراريه والاستدامه. صحيح. للبيئه بعد كل الجهد اللي سويتوه ما شاء الله تبارك الله، ويعطيكم الف عافيه المره الثالثه. اقول لكم هي بالعكس يعني مجهودات كبيره جدا وتطوعيه منكم كشباب، اكيد في رسائل مهمه حابين انكم توجهوها للشباب اليوم، فابغى اسمع من كل شخص فيكم رساله. اكيد اللي احب يعني اقوله للناس المتطوعين الشباب الصغار الاهالي، جدا مهم انه نحافظ على البيئه اللي عندنا، نحميها. الموارد اللي عندنا البلاستيك والمعادن والزجاج، ترى هذه لها قيمة، قيمتها جدا عالية، ممكن نعيد استخدامها، ممكن نعيد تدويرها. يعني صراحة قيمة قوية جدا للمملكة، ولو استثمرناها في الطريق المناسب حنوفر على المملكة اقتصاديا يعني مبالغ هائلة جدا يعني للمملكة. فأنا صراحة أوجه للشباب شاركونا برياضتنا، رياضة بيئية وصحية. للأولاد يشتركوا معنا، احنا اوريدي تكلمنا مع مدارس وعندنا مبادرات معهم. الأهالي جدا مهم انه يسمعوا لأولادهم، إذا
يعني جاوا الاولاد على البيت بفكره بيئيه جديده ولو ريسايكلينج، لو سمحتوا يعني اعطوهم فرصه ولو خلوها عاده، تبدا عاده جديده ننميها في البيت، جدا جدا مهم، واشوفها هي المستقبل للبيئه في المملكه ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لك ابرار؟ بالنسبه لي حقيقه يعني التطوع فن، التطوع حقيقه متعه، فيعني وبالذات اذا كان حاجه بتساعد وبتطور في مجتمعنا وقاعده يعني من جد تنمي في روحنا احنا قبل البيئه، تنمي في روحنا جمال مو طبيعي يعني من جد. فحقيقي ارحب بكل الناس انهم يجربوا ولو مره او مرتين فكره التطوع وينضموا للحجاز بلوجر، لانه تجربه جدا ممتعه. كان شعارنا نجمع الذهب المفقود. بالضبط. جميل جدا فعلا. هذه نفس الفكره اللي هو انه المواد هذه يعني بتطلع لك فلوس بالنهايه، فتعتبر اكيد ذهب واستثمار. شكرا لكم مهندس طه، شكرا لك ابرار على تواجدكم اليوم معنا، ونحاول ولو بشيء بسيط جدا نوعي المجتمع تجاه الاهتمام بالبيئه ونظافه البيئه، وباذن الله يعني شبابنا فيهم الخير وبنلاحظ التغيير الكبير عما قريب. شكرا لكم. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. مشاهدينا وصلنا لختام حلقه اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ولا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج ساعة شباب في انستغرام وتويتر، اكيد مرحبين فيكم جميعا، وباذن الله اقول لكم اشوفكم بكره على خير في حلقة جديدة، وفمان الله.